افضل مروحة تبريد راح تخدمك في لعبة ببجي. طبعا وانت جالس تلعب لعبة ببجي بدأ يسخن الجهاز ويسبب لك تقطيع في الفريمات. طبعا افضل مروحة تبريد من فلاي دي جي. شوف تبريد مائي بس نحط عليها يدنا شوف بدأت تندي من هنا. اذا واضح جهازك ايفون 12 او 13 تحتاج بس تركبها بالشكل هذا. اي جوال ثاني او ايباد ثاني تجي معها قطعة حديدية. طبعا هنا لصقة 3M لازم تنظف كويس المكان اللي راح تلزق فيه القطعة المعدنية وثباتها على الحديدة جدا قوي. فلنفرض ان نجرب على الايفون 13 ممتازة جدا وابد. انسى مشكلة تقطيع وانسى مشكلة الحرارة مع مروحة فلاي دي جي. على فكرة لازم تكون شابكها على طول بالشاحن. الان عاد بنعطيكم تفاصيلها وكيف تشغلها. طبعا تروح البرنامج اللي هو اسمه الفلاي دي جي هنا فبيطلع لك اللي هو الاقتران مع المروحة. تمام هنا شوف معايا نطفي إنارة الـ LED ونشغلها من هنا. وهنا ترى حاطينه على شاحن 18 واط مشغلين فيها اللي هو التيربو سرعة التيربو. خلونا نطفيه. نزل الصوت هنا المانوال. خلونا ننزلها لأهدى شيء. إذا أنت ما تبغى الدوخة هذه وعوار الرأس حطها على الأوتوماتيك وهو يعطي السرعة المناسبة على حسب تبريد الجهاز أو على حسب حرارة الجهاز. هو راح يرفع السرعة وينزلها بكيفه.